طيب لو بنقول ان المهندس عصام بدوي بدأ في مدينة 6 اكتوبر، وحضرتك الان مسؤول عن تنمية مدينة برج العرب، يعني مهامك شايف ان في الاتنين فيهم اختلاف وبعاد، ولا المهام واحدة؟ حضرتك يعني بدأت عمل معين في مدينة 6 اكتوبر، وجهاز تنمية برج العرب قريب ولا بعيد؟ هو أنا مش بدأت في 6 أكتوبر، أنا بادئ من قبل أكتوبر. أنا تاسع مدينة هي مدينة برج العرب الجديدة، تاسع مدينة. تاسع مدينة، لأن أنا خدمت في بني سويف، وكانت دي منطقة صناعية وعمرانية، وخدمت في تنمية خليج السويس، ودي كانت مناطق صناعية، وخدمت في طيبة والأقصر، ودي مناطق برضو مجتمع ما بين التنمية العمرانية والصناعية، ثم المنيا برضو كذلك، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، ودلوقتي برج العرب. لا ده يعني دي رحلة كفاح. يعني الحمد لله، يعني كل مدينه بنروحها بتبقى ليها مشاكلها ومميزاتها، وفيها بعض الملاحظات لازما علشان تكتمل التنميه فيها لازم نتلافيها. طيب مش ه... يعني هرجع بحضرتك للمناطق اللي حضرتك توليت مهامها، وهي بالتأكيد يعني وجودك فيها او ان حضرتك النهارده مسؤول عن جهاز تنمية برج العرب بيخلينا نكتشف الفرق في السياسات، بيخلينا نكتشف التقدم في المدن. إنها النهاردة بنتكلم على مدن الجيل الرابع، بس خلينا نقول إيه الفرق ما بين 6 أكتوبر وبرج العرب؟ هو طبعا الفرق ما بين 6 اكتوبر وبرج العرب، 6 اكتوبر طبعا حوالي 162 الف فدان، بتشمل برضو المدن، المدن الصناعيه والمدن الاحياء المتكامله، بيسكنها حوالي 2 مليون نسمه. برج العرب حوالي 50 الف فدان، فيها مناطق صناعيه حوالي 12 منطقه صناعيه، وفي مناطق عمرانيه بيسكنها دلوقتي حوالي 200 الف نسمه. فهتلاقي من ضمن المقارنه دي هتلاقي الفرق ما بين مدينه 6 اكتوبر ومدينه برج العرب. ولكن المدن الجديده عامه بتبقى حضرتك، احنا بنحط في هيئه المجتمعات مخطط استراتيجي لاي مدينه، يعني ما بنشتغلش عشوائي. تمام. بنعمل مخطط استراتيجي، بيبقى عارفين الانشطه اللي هي العمرانيه فين، الانشطه الخدميه فين، الانشطه الاستثماريه، الانشطه الصناعيه، وبنبدا بنعمل برامج زمنيه لتنفيذ الاولويات. زي ما قال مجدي بيه كده، بنبدا مثلا بالتوازي، يعني ببدا مثلا اعمل البنيه التحتيه للمناطق العمرانيه، وبالتوازي بعمل البنيه التحتيه للمناطق الصناعيه، بحيث ان انا لما اخلص ده حضرتك وبيجي الساكن سواء صانع او ساكن بيسكن في منطقه متكامله المرافق، بيلقى ميته وصرفه وكهربته وخدماته موجوده، بحيث ان احنا بنبقى مدن يعني جاذبه مش طارده. يعني مش هجيب واحد مثلا يشتغل في منطقه صناعيه واخليه مثلا يسافر على بعض الكيلو المترات علشان يجي مصنعه او يجي بتاعه. وكمان بنوفر كمان عمارات سكنيه لاصحاب المصانع الموجوده في المناطق، بحيث ان هو ممكن ياخد عماره او عمارتين يوفر سكن ملائم للعامل اللي هو هيشتغل في مصنعه. فهي المشاكل المدن، يعني انا مثلا مدينه 6 اكتوبر لما رحناها فلقينا مشاكلها مثلا، يعني قعدت مع سيادة الوزير ودرسنا دراسة لازم نطور المحاور، علشان التوسعات العمرانية اللي فيها لازم محتاجة محاور في المستقبل تسع الكثافة العمرانية وكثافة العربات اللي فيها. لما روحنا مدينة برج العرب برضو بص على أصغر، فلقينا برضو حضرتك علشان ندفع التنمية وندفع عجلة استثمار فيها، إن احنا برضو المحاور الطرق هي المحاور الأساسية لجذب التنمية في أي مدينة. صحيح. فلما مدينه 6 اكتوبر على كبير، محاورها على كبير، لما رحنا مدينه برج العرب برضو محتاجه تطوير محاور بس على مكياس صغير، محتاجه مثلا. بس دي مدينه المستقبل، وانت حضرتك شايف ان النظره والرؤيه الكامله للحكومه متجهه ناحيه برج العرب والعالميه. على المساحه ما بين برج العرب و6 اكتوبر هي طبعا لما اتقسمت، لما عندنا برج العرب قديمه وبرج العرب جديده والمنطقه الصناعيه والعالمين، هل دول كلهم مش وحده واحده في الجهاز الاداري؟ لا، هو هي يعني مدينه برج العرب الجديده مع مدينه العالمين الجديده تبع هيئه المجتمعات العمرانيه، مدينه برج العرب القديمه تبع محافظه اسكندريه. فدي احنا تبع هيئه المجتمعات، تمويل ذاتي، بنصرف من المدن كلها، بتصرف على بعضها بدون تكلفه الدوله اي اعباء ماليه. في مدينه بتبقى عليها مثلا اقبال وبتجيب مبالغ كتيرة، بتصب في المدينة اللي هي برضو لسه منشأة،
فبنكمل بعضينا باذن الله، ويبقى المدن كلها متكامله. انا بتكلم يمكن بالنسبه للحجم، يعني بالنسبه ل 6 اكتوبر لما بقى 262,000 فدان، اتقسمت دلوقتي 3 مدن، مدينه اكتوبر واكتوبر الجديده وحدائق اكتوبر. لما تشوفي كل مدينه من دول هتلاقيها يعني تماثل في المساحه زي مدينه برج العرب. مدينه برج العرب يعني هي لما رحنا عملنا خطه تنميه فيها بتعتمد على محورين اساسيين.